بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة. النهاردة بإذن الله هنعمل غرزة جديدة من غرز التطريز بفكرة جديدة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم. بس في الأول اللي مشترك في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، واللايك يا جماعة ما ننساهوش، جزاكم الله خيرا. هنبتدي حبايبي نعمل خط كده مستقيم بالقلم الرصاص علشان ايه ننفذ عليه الغرزة بتاعتنا. نسمي كده بسم الله. انا معايا الخيط مالونيه وابرة متوسطة السمك كده، انا ربطة الابرة من تحت. هبتدي من اول خط اللي انا رسماه بالشكل ده، بالطريقة دي، وهاخد مسافة وادخل في القماش بالشكل ده، هطلع من نص الغرزة بالشكل ده، من نص الغرزة، وهاجي ادخل في الخيط من قبل الخيط اللي طالع ده، وهدخل مرتين، ادي واحدة وجنبها هدخل مرة تانية بالشكل ده بالشكل ده. هاجي اطلع مسافة قدام الغرزة بالطريقة دي، وهدخل وهطلع من ايه، من اخر غرزة، من اخر مكان فيها كده من نفسها. بالطريقة دي واجي برضو اقوم طالعة من الخيط، بس منين بقى؟ من هنا كده، بالشكل ده. وكمان هدخل كمان مرة تحت الايه، تحت الخيط بس بالشكل ده، تبقى الغرزة بالايه، بالمنظر الجميل ده. اعمل غرزة تانية، اطلع مسافة قدام الغرزة اللي فاتت، وهدخل ايه من اخر نقطة فيها بالشكل ده، بس الخيط يبقى هنا كده بالشكل ده. وهاجي ادخل من تحت الخيط وندخل كمان مرة ترى دي، ندخل ونطلع من آخر نقطة وهندخل من تحت الخيط، وكمان ندخل ايه، ندخل مرة كمان بالشكل ده. نعمل غرزة جديدة بالشكل ده، هدخل من ايه، من تحت الخيط بس بالشكل ده.
ندخل ونطلع من آخر نقطة كده، والخيط على الشمال بالشكل ده، وندخل تحت الخيط ونعمل ايه، لفتين. الطريقة دي وهكذا لحد ما نخلص الخط اللي احنا رسمين بالشكل ده، وادخل. وبكده يا حبايبي الغرزة تكرار بالشكل ده كده. اتمنى يعجبكم الفيديو، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.